يقول: ما القول الراجح في مسح الوجه بعد الدعاء؟ مسألة فيها خلاف، وردت فيها أحاديث في مسح الوجه بعد الدعاء لكنها ضعيفة، لكنها ضعيفة. بعض العلماء يقول إنها يقوي بعضها بعضا، وبعض العلماء يقول لا، ما دامت ضعيفة فلا يؤخذ منها حكم شرعي. فالراجح أنه لا يمسح الوجه بعد الدعاء.